أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. إن شاء الله وحنصعد أحاديثي كهذا لي دعاء إنك هذا لينا ما أنت وحلوي دي شيخ ابن القيم الجوزية يا وحلوي دي قف ما تقول وحليري أن رجل ابتلي ببلية نن إلهي كو امتحان امتحان بلاي كو امتحاني وعلم أنها إذا استمرت به وأن أكسونيها يدي كسي سعطو أفسد عليه دنياه وآخرته ننبا إلهي وحكو امتحان معصيو أما بلاي أيالو امتحاني أن تذكر بن آذن كواح امتحانيهين وحيابها امتحان كاس لوغو بحكر وحاكم ذا إلهي لبريو مثلا ننكي ربا إنو قاتك إسكا قوية لوغو امتحاني مدى سيجار لوغو امتحاني مدى وحا لوغو امتحاني حارانت إنو معصيدة دمرا مد لوغو امتحاني إنو زينيستو كو مد كاس إلهي سبحانه وتعالى ابتلية ولذلك شيخ وحلوي دي نبا لوغو امتحان وان أكسوني هاي حدو ساس كل انتو إني الدنيا دي سي آخر دي إفاس هاديس بل سوحا لوغو دارو قالي لوقت اجتهد دفعها وحور كد ذلك إنه إسك عليو لكن واسك عليو بكل طريق عارنت إنه وحان عادي يستي ما حيقفك مروح نفتوح عادي يستو أذك تحسين لو غريبو أيضا حاران أكجر أقويا ما نينا وحو قناعسي أكجر أهربو قادنا يا نينا قبرا وناكسن مسلسلة إله كو امتحاني مسلسل حن مسلسل لنا في رست وقت ضيع ابتلي بها ابتلاوي ابتلاها قاس مركة سكسة دي لو وانيو ولي له ولا لو وحا إسكداء وأوجد حارانتا ورستيارك إنه حنيه سوما نفتح الحمري بها قاتك إنه نفتح الحمري بها سوما وقتها هذا نوح اللي هي فلا يستطيع دفعها ما أقول وأنا أكسونيها آخر ذيسي يا دنيا تقول ليس شخص أشا سالوي ذي مركز وحلو يري وما الطريق الذي كشفه وحن سيد وقفك وقبت بادي كراء مركز وحلي فرحم الله ونكم ولذلك سؤال وحكون سيد روح إله ونحرس تلئسي تلا ذا مركز دتك أنت بضم كلي راهو سيجارة أسك جري واي وحاسة أن مسلسل كأسك جوي واي عادة سبحان الله يا هاي محاسة ما يا حلي راها ما يا دتك حلي يا وتلو تحس ما نفط على الراعين وحاس ما مس القضية نف معها دواء دواء كلا لا ده ولذلك شاق ابن قيم الجوزية وحكوس وجوري الجواب الكافي أن أو ما شافي نك أن 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 جوابته كافي وكهلي كرو ولما يسأل عن دواء الشافي وحلي كتابك وكتابه وما قاعد درب شيخ وده هاي جوابتك كافسة قفك سؤال هاي عذر داوديس مركا تذكر عذرك حيوي قانا جيركا كان قول عوليه دونا شيخ مركا مركا سوح كله هاي شيخ السؤال حديثه قبل هذا مركا حديثك بخاري كجري أي هرطة الشيخ وحيوي رقفك مسلم كأوانه وقاذو دا إلهي عذر مسود الجنين أما امتحان مسود الجنين قفل لغو امتحانه إلا إلهي سبحانه وتعالى داود دوالي قي علم من علمها نكي أغاذها أغاذه نكي كان حقا قرصونات مركض أنا عذر بضنا كشي غنينا عذر كستو إلهي سود الجي إلهي داود يال ولذلك حديث كي أبي هريرة رضي الله عنه عليا أنه قال ما أنزل الله دان إلا أنزل له الشفاء حديث كبخاري كجرا إلهي عليا عذر مسود الجنين إلا أيداه أي صور رعسي صحيح مسلم حكوا صور الحديث كجابر بن عبد الله وعليه النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء عذر كستوح وليه داو وليه فإذا أصيب الدواء داء داي هذه لكن وحام عذر كست داو وليه لكن هذه داو ذي أصيبت عذرك برئ بإذن الله له عافنا مرك مسألة ذا ان دتك حنونسن اها هذا حنونك قلبي قه ام حنونك بدني قه ما هي حنونك لب نوعي دتك وحي امال حنونك بدني قه مركي بارك لغا قبطو كلي لغا قبطو وحو كلي وحنونسنه لكن يك معسي كجرو او حارانتا ان كلبي قايو او هادو غنعسي كجرو دتك قيانايو او هادو دكتور يها دتك داوخون سينايو او هادو وحا ان 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 معلني هي اردد وقشايو وحاسن عذروي مرض وي وحاس وانا واتا مرض كاس مركز داول ليه أصيغ لفتيس سيدي مركي ودناها وحلقاء قبطو
jirkaaga kala dhaqtar u tagaysaa dhahaysa madaxa ay xanuun ahay kaniin barastamool ha lee siiyo ama asbariin ha lee siiyo cuduradan kalena daawo ilaahay cudur ma soo dejin ha ahaada cudurdo qalbiga ku dhaca walciyaadu billaah iyo cudurad badanka ku dhacba xadiiskaas wuxuu leeyahay marka cilladu waxay tahay seenas ku waafajiya mushkiladda marka ilaahay subxana wa tacala haddii laleeyahay xadiis saxiix ka sugnaaday haddii laleeyahay daawo cudur kasta daawadiis waa la soo dejiyey laakiin xadiiskan kale wuxuu cadeeyey muslim hadday iswaafaqaan oo asiibo laakiin mushkiladu waxaa ah markii cudurkan ku haayo aad daawo kale isticmaalaysa taas waa mushkilada xadiiska imaam muslim kusoo wariyay xadiiska usaami ibn shariik wuxuu leeyahay ani nabiy sal allahu calayhi wasalam sidoo kale in allaha lam yanzil daa'an ila anzala lahu shifaa ilaahay ma soo dejinin cudur ilaa wuxuu la soo dejiyey daawadiisa ayuu soo raacsiiyey calimahu man calima wajahilu man jahil ninkii ogaada ilaahay ninu ogeysiiya ninu ilahay ma ogeysiiye dad waa ka reystaan cudurka qalbiga ku dhaca waa arkaysaa ilaahay ninkii shalay qamrada cabaayey qamr lagu soo imtixaanay ama sigaar lagu imtixaanay ama wax xun lagu imtixaanay ama musalsala filimada fiirsashada xumaantooda lagu imtixaanay waxaasoo dhan waxaa arkaysaa nin kasoo laabta oo ilaahay subxana watacaala jidkiisa toosa aaday marka caalimahu man calim ninkii ogaada waa ogaaday wajahilu man jahil dadka laakiin jahliga ayaa dhibaato ah ma ogsoono cudurkan maxaa lagu daaweeyaa diintan waa noo sheegta marka xadiiska lafdi kale wuxuu ahaa in allaha lam yadac daa'an ilaa wadac lahu shifaa ou daa ilaa daa'an waaxidan xadiiskaas wuxuu leeyahay ilaahay subxana watacaala ma dejinin masooma keenin cudur ilaa daawadiisoo keenay ilaa hal cudur maahane qaaluu yaa rasuul allah wamaa haada muxuu yahay kaas maa huwa qaal wuxuu yihi alharam oday duqnimada qofka duduquu daawo ma laha marka macnaha daawo oo shareecada noo sheegtay oo dhahayso qofkaas hala soo daaweeyo ma jirto waa jiraan kuwo qolo maanta dhan istutumaayo oo camaliya wejiga tajmiil isku sameynayo wejiga qurxinayo islaam waa yeel ah oo toddobaatan jirta wejiga in wax laga jijiido la jijiido operation la geliyo aa la yareynay taas daawo ma aha maxaa daaqi nafsi shay waxba ka bedelin weli duqwaay dad kale qayaanta marka qudci samaysay kareem waxay ismaraysa laakiin oday cudurkeeda sanadkeeda dib looma naqin toddobaatan ee jirta waxaa laga yaba in la dhaho wala qofkan waa laata jir laga dhigo shaqligeeda dadka qayan laakiin toddobaatankeeda ma dhaafayso saas waa macnaheeda xadiiskaas xadiis saxiix wey saas marka waana marka cudurka aan sheegayno oo haddii cudur la yiri daawo leeyahay cudurada marka laba qayb waay cudurka xadiisku dhahayo ilaahay subxana watacaala ma soo dejiyin cudur ilaa daawadiisa soo raacsiiyey cuduradaas oo lasoo dejiyey waxa waaye waxay koobayaan yacumu amraad alquluub qalbiga iyo ruuxa iyo badanka iyo daawadooda macnaha ilaahay subxana watacala amraad alquluub iyo daawadeeda waa soo dejiyey amraad albadanna daawadeeda waa soo dejiyey macnahe saas waa macnaha walidalika amraad alquluubka cudurka ugu horeeya muxuu yahay marka qalbiga ku dhaco oo qofka la rabo ilaahay inuu macnaha inuu daawo u raadiyo dadka daawo ma raadiyaan kaas inta badan dadka markii jirkii ka xanuunsadaa daawo raadiyaan laakiin kan ugu daran waxa waa jahliga qofka hadduu diintiisa jahli ka yahay waa jiran yahay walidalika waxa dhibaata dadkaas waxa waay dadka waxaa laga yaabaa inuu guri dhiso waa ku dadaalaa inuu maal meel dhigto waa ku dadaalaa inuu ganacsi galo inuu wax ka tagto dhul inuu gato laakiin diintiisa jahilu ka yahay cudur qabaa qofkaas waa jiran yahay macquul ma tahay qof adduunya la ku fikiray aakhira ku fikirin jahil waay qofkaas walidalika nabiga calayhi salaatu wasalaam jahliga cuduru ku tilmaamay nabiga xadiisa ku tilmaamay xadiiskii abu daa-uud sanan kusal wuxuu lehy xadiisa jaabir kharajnaa fii safarin fa asaaba rajulun mina xajar safara u baxnuu yidhi nina dhagax madaxa kaga dhacay fashajuhu fii ra'si madaxiisa dhambalmay maskaxdiisa soo baxday uma ixtalama marka habeenkii soo jiifo riyoodo marka habeenkii ayuu riyooday ninkaas maxaa ku waajibay qubees hadduu madax biyaha ku shubana madaxiisa waa furan yahay biyaha hadduu ku shubo horey ku dhimana maxaa yeelay madaxiyuu kala furan markaas waagi hore waa la tolaa iyo waxaa la isku qabana ma jirin madaxiyuu furan haddaa atira waa qubeysana biyihii galayan waa dhimanaysa qofka waa dhimana ninkii asagoo dhagaxa dhaawac ku ah ayuu haddana riyooday qubeys u baahan yahay halkaas waxaan ka arkayna horta wax yaraa dul istaago waxaan istaagaynaa dadaa hadday jiradaan cibaadada ka tago dad badan marka ilaahay suu ku daaweynaaday isbitaalka markay ku jiraan dadka ma tukadaan qaarkood
أجرني ما حد أك هذا يقصعد ما حد أك هذا سحرت معيشين كري ما حد عي وصرت information الجاسوة شيء دانك وسواس يحوجرنا وحياه بضن أو أه إلهي كفهو ورقف مرض كجرو غيري كدو هذا نكاس حبي قا ما ذي حساب لمبلن هدو جنوب وهذه كري أنا واحد جنوبي عبادة مرة بس هو لقي حي ما ذين تلحون رسينك دت جاهل أياسي ولذلك فسأله أصحابه دتك لسعودي صفر كل سعودي أي ودي جابر عبد الله كشي كيناي دتك يا ودي وحير وراني صلاة ولا قربا سأقو بس تا هذا ما ذحب بيها كوشو بنا ما كوشو بكري هل تجدون لي رخصة في التيمم وحير ما قبل قبيستاني ما قبل قبيستاني قبل قبل أسك سمايل اللي قبل قبل ما ذحب ما بيما عرال وقبل قبيستنا ساس ما السماء يكويري قال وحير ما نجد لك رخصة رخصة ما هاينا مقو هاينا لذلك دت بدن أساسا في الدين تتشدد كذا أيا كدرنا لي تخفيف كذا مرك غاركود أنت بركو قف الصوح أقان وقعد كايو ولم يشاهد أحد إلا قلبته إلى حديث حوله النبي عليه السلام أنك دين ده قعد كايو ولذلك ده أساسا ده رخصة من عب هاد دعاء كيسا ده الدعاء ده كمدة حدي مقلان قف هي بالرخصة لسي وابع عرونا بس كده الصو إنه قاتل وعرونا وارد دين ده الوعيار دين ده ورقة في فيه وحج علي أنا عاطق إنه قاتل دين ده أساس ما يا إخواني إذا نبغى الرخصة ما إذن أن أذيق ما دين وسط دواء وجعلناكم أمة وسطا وسط كمك كتكت أذيق وأنا عبدت مرك أذي أذا بدرن كان وح رخصينا كان كلا أذاك درن طيب حديث كان سعود مرك عن جابر أيان وسعودي نبي عليه الصلاة والسلام وحي يري مرك ذات وحير رخصة مكوهين أنا وح رخصة مكوهين ما تحسميها بي وكشوف وأنت تقدر على الماء ما دام أبي أكو قبيس كرت تعي قبل قبيس حكومة هاي نيرهن فاختسل فمات ما ذا حمركم بيها كوشوا وادع وادنت فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم جابر صلى الله عليه فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قوم مارني أخبر بذلك أرنت يا الله شيعي فقالوا حور قتلوه وادلين نك سؤاش وجوابه يري رخص القوم هايو أياد لي وادشين ويري قتلهم الله النبي يقول وهبار إلى هدي لي ألا سألوا إذا لم يعلموا وردتكم وحي قان مي وحويديان هدي وح أقصونين فإنما شفاء العي السؤال النبي عليه السلام شفاء العي عي حال جل الجهل عور داود أنك الجاهل كا سؤالوي ولذلك دت بضن أرنت سهر مال فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلم النبي عليه السلام سنة جهل وحقوت المامي عذر نويا مع شفاء وقوت المامي جهل إن عذر يه مرك أمدة أنت بضن وحدتك هالي مسلمين تدين توذا يكفوا قادين ما هدين توذا مكفوا قادين ومكرنا هنا ده ذا وحب بودان وعليه دين تكفوا قاد لو لسكم الدقة وردين دتك ما هي قانا قرمة الدقة قفكو أنا برتا دين تا فرض عين وحي أبها هدو قان أصيا براي ولذلك دتكم أمر هذا أما دحذنوا على غيرها بقى إن دتك الدين تودي إبران والمساجد وأنا دروس كصعوتو دتك أحكام لبر دين تحكر ما دت قح دعاء لو تلقى لك دين تنو برت الله ما دين تهو عاموي ساس ومعنيها مرك حديث كاس هذا كاس محكات مرك عذر كأنه يهي جهل وقتل ما منبق عليه الصلاة والسلام سيل قده ويعذر كاس حلقة ذكر كالهذينا سبحانك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.